مستوى التاريخ الشخصي ليه، ان شاء الله يكتب اسمه في تاريخ افريقيا كلها، لان بنتكلم ان هو ان شاء الله مرشح ليكون احسن لاعب في افريقيا ان شاء الله من خلال الارقام، من خلال الاهداف اللي احرزها. فان شاء الله نتمناها ليك يا محمد لانك انت تستحق، وان شاء الله باذن الله نبارك لك كمان على تايتل شخصي ليك يرتبط بيك ويرتبط باسم النادي الاهلي كمان ان شاء الله. ان شاء الله. انا دايما الكابتن سيد والكابتن سامي يعني بقالهم من ساعه ماتش وداد في الوداد، فلما جبت الجون وخدت احسن في الماتش، فالكابتن سامي جالي قال لي انت هتاخد احسن لاعب في افريقيا. كابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان. كابتن سيد نفس الكلام. حتى امبارح في الماتش بين الشوطين كابتن سيد قال لي قفشه لازم تفوقنا، اما هتفوق هنكسب. صح. لازم انت هتاخد احسن لاعب في افريقيا تحسب الفرقه. فسبحان الله ربنا كرمني جبت جون. يعني فالكلام اللي كابتن سيد يقوله لي او كابتن سامي دي حاجه يعني بتعليني نفسيا وبتعليني تركيز. انا بحب ده يا كابتن هاني، انا بحب الكلام ده. أنا عارف. لا ما بيخلينيش اتغر ولا اعلى، لا انا بنزل عشان اتمرن كويس. بالظبط. انا بحب اتحط تحت مسؤوليه، احب ابقى في ضغط، احب حد يتكلم معايا، ما احبش ابقى احس كده ان انا قاعد لوحدي، اللي انا مش عايز دايما انا مش لاعب وخلاص. بالظبط. لا عايز الناس كلها تكلمني، عايز ابقى صاحب الناس، عايز اضحك، عايز اهزر، بس بحدود يعني. اكيد مش الحدود. يوم الماتش ده عندي احب انا ابقى هادي كده قاعد لوحدي، ما احبش اتكلم كتير، اركز في الماتش، اشرب مثلا حاجه، بس حتى لو ضحكت او هزرت بس في الهادي يعني. بس مش بس الكلام اللي بيفرق معاك برضو، وان كابتن سامي جالك بنفسه وقال لك كده، او كابتن سيد عبد الحفيظ او حتى موسيماني، يعني هو مؤمن جدا بيك، لكن كمان وانت بتكلمنا برضو تحت الهواء عن حضن كابتن محمود الخطيب وهو بيسلمك الميداليه في النهائي، وانت بتقول لي لا ما هو ما قاليش حاجه، بس حضنه ده حسسني ان هو عايز يقول لي كلام كتير، بس هو يمكن مقل في الكلام، حتى كلامه لما بيطلع بيبقى فيه رساله يا جماعه. ده حضن كابتن محمود الخطيب وتاثره، ويمكن حتى دموعه للي اخذ باله حتى من اللقطه بتاعت امبارح، دموعه نزلت في النهائي وهو بيتوج بلقب ابطال افريقيا. كلمني بقى عن الحضن ده واحساسك بيه ايه، وكان عايز يقول لك ايه؟ طيب هو كان عايز يقول لك ايه؟ حسيت ايه؟ كان عايز يقول لك ايه في الحضن ده؟ انا ما ركزتش واحنا طالعين ناخد الميداليات اللي احنا هناخد الميداليات، انا مفكر يا كابتن ان في حد ايه هيجيب لكم الميداليه. هيدهنها. لا بس ده عشان عشان الكورونا وكده. فانا كان نفسي كابتن محمود الخطيب اللي يسلمك الميداليه. فالمهم انا رحت واخد الميداليه، فهم قالوا ما تسلمش على حد. فانا جيت عند الكابتن عايز اقول له مبروك، لقيته هو بيمد ايده ومد انا ايدي كده سلم، راح شددني وراح واخدني في حضن. هو ما قاليش حاجه وقال لي مبروك بس، لكن انا وهو بيشدني وهو بياخدني في حضن انا حسيت احساس حلو. طبعا حاسس راحه نفسيه، انبساط، واحد مبسوط يعني، حاسس ان انت عملت حاجه كويسه، فهو عايز يقول لك حاجه بس مش بالكلام، هو احساس. حسيت انه بيقول لك مثلا شكرا يا قفشه، يعني حسيت عند حسن الظن، كان عندي ثقه فيك وانتوا طلعتوا رجاله، هو احساس احساس القائد يعني. الحمد لله. لا انا بحب الكابتن بصراحه يعني. طبعا. على المستوى الشخصي انا بعشقه بصراحه يعني، من الناس المحترمه الهادي، خلق يعني فنيا بقى، وهو بيلعب كوره كل الناس انا ما شفتوش بس كل الناس بتتكلم عليه اسطوره، لكن انا بحب الكابتن شخصيا يعني، بحب الكابتن محمود جدا. كلنا